تحفة ميادين السباقات. نجدد ترحيبنا بالحضور وكذلك بهجن أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة وشعاراتهم على أرضية ميدان المرموم، وانطلاقاتنا تستمر. في هذه اللحظات أعلنت انطلاقة شوطنا السادس، يحمل دائما الأسماء المتميزة وشعارات أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة بالفعل في هذا المساء، مع انطلاقة المهجنات الأصايل والثمانية كيلومترات المسافة الماراثونية لهذه التحدي. أتقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة في هذه اللحظات، ومقدمة الأسماء حلوة على المركز الأول لاسم شيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي في عملية التضمير والتدريب. نقلتنا مباشرة على ثاني المراكز من الجانب الآخر، هملولة من هجن الرئاسة وعلي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث القادمة الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. النقلة على المركز الرابع، المركز الرابع التواجد من الشاهينية ومن شعار هجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. وخامس مراكزنا في هذه اللحظات، غزلان القادمة على المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي في عملية التضمير والتدريب. والمركز السادس أتابع هجن العاصفة تتواجد على سادس المراكز، مقدمة انطلاقات الشاهينية وغياث الهلالي في المتابعة. النقلة على المركز السابع أتابع هملول القادمة من هجن الرئاسة والظافر علي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثامن مباشرة مع الشاهينية ومن مؤسسة هجن ند شهبة وسالم بن سعيد في المتابعة. المركز التاسع، المركز التاسع الوثبة في تاسع مراكزنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعبيد بن حمد بن شيلان في عملية التضمير والتدريب. عمدة المضمرين متواجد هنا في هذه اللحظات. والمركز العاشر أختم النداء هنا مع انطلاقة هجن العاصفة والشاهينية وغياث في المتابعة. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة مع ندانا الأول بعد الانطلاق وبعد التحدي، والكل متحفظ من الإخوان المضمرين حتى هذه اللحظات. مسافة بالفعل طويلة ماراثونية 8 كيلو مترات. عودة مع البداية، عودة مع هملولة من هجن الرئاسة على المركز الأول والظافر في عملية التضمير والتدريب. علي بن ميل الوهيبي، يا سلام يا سلام، غياث هنا يتابع بالفعل ويراقب انطلاقة الشاهينية على المركز الثاني من هجن العاصفة قادمة على ثاني المراكز. والمركز الثالث حلوة حلوة القادمة على ثالث المراكز، وبدأنا نغادر لفتة 5 كيلومترات. قطعنا الثلاثة بالفعل في هذه اللحظات، وحلوة على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان الاشتبي في المتابعة. والمركز الرابع، المركز الرابع هنا الشاهينية من هجن
الرئاسة ورجل الأمتار الأخيرة متواجد في كل حالاته، متواجد هنا مع انطلاقات هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. والمركز الخامس، المركز الخامس التواجد في هذه اللحظات، التقدم من قبل الواصلة هنا والمنطلقة غزلان لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرتي في عملية التضمير والتدريب. والمركز السادس، المركز السادس اللي وصلت الشاهينية من هجن العاصفة في هذه اللحظات وغياث الهلالي في المتابعة. والمركز السابع، المركز السابع الوثبة قادمة على سابع المراكز لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شيلان في المتابعة. والمركز الثامن، المركز الثامن هملولة هملولة همالي للرئاسة قادمة على ثامن المراكز، وعلي بيميل الوهيبي الظافر في المتابعة. والمركز التاسع، المركز التاسع اللي وصلتنا في هذه اللحظات وتقدمت مهابه مهابه القادمه لاسمه شيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومطر بن محمد بن احمد بن رفيعه في عمليه التضمير والتدريب. ركز الفلاسي هنا مع انطلاقات وتحديات هذا المسار الرياضي. المركز العاشر من مؤسسه هجن ند الشبا وسالم بن سعيد من يتابع انطلاقات وتحديات الشاهينية في هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا، هكذا هو النداء الثاني لهذه الأسماء لهذا التحدي بالفعل مع انطلاقة هذه التحديات والأصايل على أرضية ميدان المرموم، تحفة الميادين وتحفة ميادين السباقات. عودة مع المركز الأول، عودة مع الصدارة والمقدمة على المركز الأول في هذه اللحظات. هجن العاصفة دفعت في هذه اللحظات بالشاهينية وغياث الهلالي في المتابعة. من يتابع انطلاقات وتحديات الشاهينية على المركز الأول والمركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية من هجن الرئاسة مع رجل الأمتار الأخيرة ومضمر مرضية القادم أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. الفيلسوف بالفعل في كل حالاته بالفعل متواجد هنا مع انطلاقات وتحديات الشاهينية من هجن الرئاسة. والمركز الرابع، المركز الرابع شوف التدخل من الزاوية اليمين، هناك التدخل من الشاهينية ومن شعار هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. والمركز الخامس، حلوة 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 على خامس المراكز لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. والمركز السادس، المركز السادس وتابع غزلان لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي في عملية التضمير والتدريب. هملولة هملولة على المركز السابع وهملولة على المركز الثامن من هجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز التاسع وصلتنا مهابة لاسمه شيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن رفيعة في عملية التضمير والتدريب. عاشر مراكزنا الوثبة على المركز العاشر لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شيلان عمدة المضمرين قادم هنا مع انطلاقة وتحديات الوثبة. يا سلام، وين وصلنا بهذه اللحظات؟ مدرج هبوط هذه الأسماء إلى خط النهاية. المنصة بانت يا مضمرين، المنصة بانت في هذه اللحظات. شو
البيوت المهجنات الأصائل يحمل دائما التحدي المتميز في عالم سباقات الهجن. عودة إلى غياث، عودة إلى العاصفة، عودة إلى الشاهينية. ما شاء الله شعار ملكي في كل أحواله متواجد هنا في الصدارة والمركز الأول، يبحث دائما عن اكتساب النقاط في مساء بالفعل التحدي، في مساء الانطلاق والتحدي. المركز الثاني القادم هملولة من هجن الرياسة مع الظافر علي بيميل الوهيبي، والمركز الثالث كذلك الشاهينية من هجن الرياسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، والمركز الرابع وصلت الوثبة لسمو شيخ حمدان بن رايد المكتوم عبيد بن حمد بن شيلان. في المتابعة ما شاء الله تبارك الله على هذه الأسماء، على هذه التحركات في هذه اللحظات. بدأت السرعة تزداد عندما اقتربنا من لوحة الإعلان النهائية، الكيلومتر الأخير اللي يبعدنا عن خط النهاية وعن المنصة الرئيسية. ما شاء الله عودة مع المركز الأول، عودة مع الصراع، مشهد ما شاء الله متميز في هذه اللحظات نتابعه هنا مع انطلاقة وتحديات الشاهينية من هجن العاصفة هملولة هملولة من هجن الرياسة، وكذلك الوثبة لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شيلان العمدة والظافر، وكذلك هناك غياث 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 والفيلسوف قادم على المركز الرابع مقدما انطلاقات الشاهينية من هجن الرياسة، ولكن الكوكبة ثلاثية العمدة الظافر غياث غياث العاصفة الرياسة وكذلك الوثبة تتبعهم في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة هملولة هملولة الشاهينية هجن الرياسة هجن الرياسة واللهجن العاصفة الظافر الظافر ولا غياث العمدة قادم مع الوثبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. اللحظات الأخيرة هملولة هملولة الظافر الظافر مضمر المسك هنا متمسك حتى هذه اللحظات بالصدارة، ولكن غياث غياث الهلالي الأمتار الأخيرة. سلامي لغياث، مشكور مشكور يا غياث لمتابعتك هجن العاصفة ومع الشاهينية. تهانينا وناموس لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ولي عهد دبي. المركز الثاني وصلت هملولة من هجن الرياسة، والمركز الثالث الوثبة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع الشاهينية من هجن الرياسة، والمركز الخامس المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة. ياهو تحدي، عودة مع التوقيت الزمني ما شاء الله. العاصفة وهجنة 12 دقيقة 48 7 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصفة والشاهينية، والسلام يا غياث الهلالي أبدعت في هذا المساء وفي كل أوقاتك مبدع. المركز الثاني وصلت هملولة من هجن الرياسة، توقيتها الزمني 12 دقيقة 49 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس كذلك للظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الثالث وصلتنا الوثبة 12 دقيقة المركز الثاني وصلت الوثبة توقيتها الزمني 12 دقيقة 49 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وإلى عبيد بن حمد بن شيلان. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. التواصل يستمر والأشواط تتوالى في مساء هذا اليوم. انطلاقة جميلة وأثار حاضرة دائما في ميدان المرموم وعبر الشاشة.